هلا شوف قوم قوم لك ما بدي انزل هلا كنت عم تقول لنا قد ايه مصرياتها خليني ادفع لك الحكي مو صحيح ابدا قوم ايه طبعا لانكم متعودين على الكذب بعد هيك الكذب لو مناخير بتكبر كان صار مناخير اكثر من 10 امتار يلا ومنزل اوام بعد هيك السيارة لالي من هون ماني متزحزح من وين صارت لالك طول عمركم بتزوروا التاريخ يلا ومنزل حبيبي طول عمرك برا وهذا مكانك الطبيعي اصلا برا ايه طبيعي الحكي لانه انتم متعودين تبلعوا كل شيء وما خليتوا لحدا شيء جوا بس هالمره ما راح تزبط معك يلا ومنزل من هون لك بعد هيك انا من هون ماني متحرك وحكي ما تحكي يا اخي انزل معه يعني ليش ما بتنزل الزلمه بده يحكي معك ما قال لك لا بده يضربك ولا بده يقرشك بعدين تحاوروا مع بعض بركي بتوصلوا لنتيجه كمان انا ما فيني ضلي طول النهار هيك قاعد اقعد اكل شيء مخالفه بسببكم انزلوا حلوا مشاكلكم برات السياره خلص نازل بعد اشوف يلا نازل انت تبع حكي انت ما بتشغلنا بالعين الحمراء هي حمراء انت بتكون شرح لبابا انا هو تعال تعال تشغلنا من هو تعال يلا برا يلا هو هاي طلع لبرا ما اشوف يلا اطلع لبرا يلا اطلع لبرا يلا برا انت ما بتطلع انا ما بطلع انا قوم شو لزات بالكرسي لحظة لحظة انت وياه على السما روح انت بتطلع لبرا وليك شو انت بعد هيك عن السيارة بعد هيك بعد هيك عن السيارة بعد هيك قوم انزل انت الثاني حتكسروا لي سياره يفدح حريش قلبك تضرب منك له روح هيك انكب لهني ابو جان لو سمحت لا تتدخل خليك على جنب شلون ما اتدخل يعني سيارتي هي اللي مختلفين عليها شلون يعني بدي اوقف على جنب لا اخي نحن مو بس مختلفين على السياره نحن مختلفين على المبدا لك مين عم يحكي على المبدا انت اخر واحد بحق لك تحكي على المبدا كرمال النبي هدوا شوي انت وياه لك شبكن بحطوا على بعض كانكم اعداء لك انتوا اثنين اولاد بلد ولا نسيتوا لك سياره كبيره وتسعكم انتوا اثنين فهمني هلا انت بدك تكمل مشوارك بالسياره اكيد وحضرتك بتحب نوصلك معنا طبعا خلص محلوله تطلعوا انتوا اثنين معي بالسياره منوصل الاخ وبعدين منوصله لحظه 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 شو تفضلت بالله رجع عيد انا بدك اياني اركب جنبه بالسياره لا 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 لهون وبس تخنت كثير ولا تفكر اني ممكن اطلع معه شي حلو والله شايف تركتوا السياره وراح تعبوا فيني شوفوا انتوا اثنين اذا ما بتحطوا عقلكم براسكم راح تخسروا السياره وراح تضروها مشيها ليه عندي حل ثاني لا تقعدوا جنب بعض تفضل حضرتك عود جنبي وحضرتك تفضل عود ورا ايوه هلا بينت على حقيقتك والله كان قلبي حاسس بدك اياه يقعد قدام وانا اقعد ورا اللهم طولك يا روح اخي خلص لا تزعل شرف حضرتك عود قدام حضرته بيقعد ورا لك شبك شو ما عندك موقف اصلا ما حدا خاربه غير امثالك بدك اياه هو يقعد قدام وانا اقعد ورا خلصوني منكم انتوا اثنين ها العمى بقلبك وبقلبه قسما بالله بخليكم تروحوا مشي مو معقول مو اعند منك الا هو وكل واحد مو شايف غير حاله